صباح الخير من جديد لمتابعينا في فلسطين هذا الصباح، وإحنا متواصلين معكم في جولتنا الصباحية وما تحمله من فقرات. نورا، شو عندنا هلأ؟ هلأ رح نتحدث عن زاوية تغذوية في صباحنا. وبتعرف مع تقدم هلأ التكنولوجيا والسرعة والأعمال اللي بتكون لساعات دوام طويلة، صار عم بصير في تلفت للوجبات السريعة، ويمكن الطعام اللي خلينا نقول الغير صحي أو اللي فيه بيكون زيوت مشبعة، وبالتالي تأثيرات أكيد سيئة خلينا نقول على المدى البعيد على جسم الإنسان. حضرنا لكم هذه الفقرة، نتمنى أكيد أنكم تأخذوا النصائح منها مع زميلتنا نادين الجواريش. يسعد صباحكم مشاهدينا، اليوم بنطر عليكم مع أخصائية التغذية رشا شواورة لنتعرف إحنا وياكم مشاهدينا على الوجبات المختلفة اللي نتناولها خلال حياتنا، إيش فيها والسعرات الحرارية الموجودة فيها. يسعد صباحك رشا. يسعد صباحك نادين، يا هلا. رشا، لو بنتحدث نتعرف إحنا ومشاهدينا نتناول وجبات مختلفة خلال حياتنا، سواء في العمل في البيت، هلأ نحكم إحنا على الوجبات من خلال حجمها. لما نحكي عن هاي الفكرة العامة اللي عندنا إحنا ومشاهدينا نتعرف أكثر. تمام، هلأ إحنا دائما عندنا اعتقاد إنه الأكل الصحي هو أكل مش طيب، أو إنه تحضيره بياخد وقت كتير طويل. فأغلب توجهاتنا وين بتكون؟ بتكون إجمالاً على الأكلات المصنعة الجاهزة اللي بندخل على السوبر ماركت وبنحملها وبنطلع. هلأ الفكرة الأساسية اللي بدنا نوصلها طبعاً للمشاهدين، وإحنا لازم تكون عندنا ضرورة بمعرفة هاي النقطة، إنه ما نحكم على الإشي من حجمه. كتير مرات وخلال هاي الفقرة إن شاء الله رح نبين إنه الحجم صغير ممكن إنه يخرب الدنيا ويخرب السعرات الحرارية، خصوصاً الأشخاص اللي متبعين حمية غذائية. أو ممكن إنه نحكي كمان عن المكونات الصغيرة مش بس السعرات الحرارية. هلأ إحنا إجمالاً كأخصائيين تغذية أغلب الوقت بيكون تركيزنا على السعرات، بس تعالي نيجي نطلع مثلاً على مستوى السكر. أبسط شيء رح نكون عم نستهلك كمية كتير كبيرة، بنكون مثلاً نطلع على الملح أو الصوديوم برضو الكميات كتير كبيرة، خصوصاً في الأغذية المصنعة وبنفس الوقت كمان الدهون. فلهيك دايماً بنحكي إنه لازم يكون في عنا ثقافة قراءة الملصق الغذائي لنعرف هاي التفاصيل الصغيرة مش بس السعرات الحرارية. لما نحكي يعني كشخص عادي، أنا بدي أفوت على المطعم مثلاً أو زوجي أو أخوي أو أمي، كيف ممكن بقدر أعرف إني قدي أنا بحاجة سعرات حرارية؟ إيش ممكن لازم أطلب من المطعم؟ هلا شوفي، انه دائما احنا بنحكي انه لما بنروح على المطعم اكيد السعرات الحراريه رح تكون عاليه، حتى لو اخترنا اشياء احنا بنعتبرها الى حد ما صحيه، بس مرات طريقه تحضيرها بالمطاعم عشان تطلع النكهه الطيبه بينضاف لها اشياء مخفيه. يعني مثلا كثير مرات بنطلب شيء مشوي، مثلا ستيك مشوي او قطع دجاج مشوي مثلا، مرات كثير عشان يطلع طعمها طيب بينضاف قبل الشوي مثلا زيت كثير او زبده. مرات كثير بنطلب سلطه، احنا بنقول مثلا طالبين بس سلطه، بس السلطه بيكون في اشياء ثانيه زي مثلا انواع من السلطات بيكون فيها المايونيز، سلطات مثلا بيكون فيها زيت كثير. مرات السلطات الاضافات الكثيره اللي بتكون فعليا سعرات حراريه عاليه. هلا احنا اللي بنركز عليه اكثر لاكلنا برا اذا بدنا نطلع على المطعم، انه تكون الوجبه متوازنه وكبديل لوجبه رئيسيه. يعني ممكن تكون بدل وجبه عشاء او بدل وجبه غداء، انه يكون في عندي الخضار لازم تكون موجوده طبعا، يكون عندنا جزء من البروتين، نحاول نبعد عن المقلي قد ما بنقدر، لانه اجمالا طريقه تحضير الاكل بالقلي بتكون فيها سعرات حراريه كثير عاليه، وبالاضافه انه يكون في عندنا جزء من الكربوهيدرات، ممكن تكون الخبز او البطاطا مثلا، بس مش البطاطا المقليه لأن البطاطا المقلية رح تكون كتير فيها سعرات حرارية عالية. نختار مثلا الماشت بوتيتو مثلا المهروسة مثلا، أو بتكون مصنوعة بطريقة غير طريقة القلي طبعا. في ظاهرة يعني بالآونة الأخيرة بنشوفها، بحكي لك أنه أنا بدي أكتفي بوجبة واحدة، ما بدي أعدد كتير وجبات. صح. بتلاقي راح مثلا طول اليوم هو مش ماكل ولا إشي، فجأة راح طلب صدر بيتزا أو مثلا ستيك دجاج مع جبنة، أنه خلص بفكر أنه مثلا أنه هاي الوجبة لأنه هو أكل بس خلال النهار بس وجبة واحدة، أنه هو معناته مفيش زيادة، فيش سمنة، فيش سعرات حرارية. لو بنحكي شوي عن هاي الظاهرة. هاي الظاهرة المنتشرة بالآونة الأخيرة واللي كتير مرتبطة، بدي أحكي للناس اللي عم بتشوفنا، مرتبطة بظاهرة الكرش. يعني كتير من الأشخاص بيقولوا أنا ما عم باكل ولا شيء، بس باخر النهار بس اروح من الدوام بروح وباكل وجبه وهذا. هلا شو اللي عم بيصير معنا بهذا السلوك الخاطئ بين قوسين؟ اول شغله ممكن انه انت تستهلك سعراتك الحراريه اللي كلها
مرة واحدة. يعني إحنا مثلا بنحكي لشخص بده 2000 سعر حراري، هدول ال 2000 سعر حراري سهل جدا إنهم يدخلوا بوجبة، يعني ما تفكر يعني إنه أخذت 5 وجبات أو أخذت وجبة واحدة، سهل جدا إنه تدخلهم بوجبة واحدة. الشغلة الثانية رح تأثر عنا على معدلات الأيض بالجسم أو معدلات الحرق، فبصير في عنا تباطؤ لأنه الجسم رح يشتغل تقريبا أو إنه التركيز بالشغل رح يكون على مرة واحدة، فهذا الشيء مرتبط بتراكم الدهون في منطقة البطن أو الكرش. والشغلة الثالثة أنت رح تكون كتير جوعان، فرح تسحب كمية أكل أكثر. هذا الشيء بيعرض جهازك الهضمي إنه يصير في عنده شوي صدمة، عسر هضم، عسر هضم، هاي المشاكل، تلبكات معوية بالضبط. وهون إحنا يعني بنعمل مشاكل إحنا كتير بغنى عنها إذا أكلنا وجبة واحدة. يعني هلأ في ظروف معينة بدي أسألك عنها بتخلي إنه نضطر يعني كموظفين أو مثلا اللي بداوم ساعات كثيرة يضطر إنه يأكل وجبات سريعة، كيف ممكن نأكل الوجبات السريعة بس بأقل ضرر؟ تمام. هلأ أول شغلة إنه إحنا كموظفين ما تكون الوجبات السريعة إشي أساسي ويومي ببرنامجنا. يعني أوكي مثلا مرة بالأسبوع قعدنا إحنا وزملائنا أو طلعنا إحنا وصحباتنا وطلبنا مع بعض مثلا وجبة سريعة، هون أكيد الضرر رح يكون أخف من إنه أنا كل يوم أطلب وجبات سريعة. الشغلة الثانية إنه إحنا بدنا نطلع من البيت فترانيين، وجبة الفطور كتير أساسية على أساس إنه مش أي إشي قدامك رح تصير تنتوش منه وتصير تاكل منه، لا بتكون إلى حد ما مسيطر على شعورك وإحساسك بالجوع أو بالشبع. وجبة الفطور كتير أساسية. الشغلة الثالثة الجرار اللي بيكون جنب الشخص أو جنب الموظف، هاي مرات كتير بيكون هو المشكلة الأساسية بخياراته. يعني بدل مثلا ما نعبيها بسكوت وشوكولاتات ومشروبات غازية مختلفة، لا احنا بنقدر مثلا بدل البسكوت أو الشوكولاتة بنقدر نجيب مثلا فواكه مجففة. مين فينا بجيب فواكه مجففة إلا إذا كان مهتم بالموضوع طبعا. كتير فرق بالسعرات وكتير فرق بمعدل السكر. الشغلة الثانية ممكن بدل ما نجيب مثلا باكيتات شيبس والحجم العائلي والحجم الكتير كبير لانه ما معي مجال انا اقوم واكل، بضل انا توش طول النهار بمثلا الشيبسات، بنقدر نجيب مثلا بوشر، بنقدر نجيب الترمس، خيارات كتير منيحه. وجود الخيارات غير الصحيه بسهوله جنبي رح تخرب، فاحنا نوجد الحلول او البدائل الصحيه. في عاده خاصه يعني موجوده عند الاناث اكثر من الذكور، الجوع بالليل. ايش سبب الواحد انه بحس انه بعد ساعات الليل انه بحس انه جعان بده اكل، بصير يدور بالفريزر بالثلاجه بالخزائن؟ صح، نحكي شوي. هلا الاسباب لهي الظاهره كثيره. اول سبب ممكن انه الواحد ما بيكون اصلا ماكل كميه كفايه من طاقته خلال النهار، فامتى بتذكر حاله انه جوعان بالليل؟ يعني ممكن انه زي نرجع للظاهره اللي قلتيها قبل شوي، انه مثلا طول النهار ما بياكل بياكل مره واحده، فهذا السبب انه انت فعليا الطاقه اللي كانت مكفيه للساعات اللي انت عشتها خلص بلشت تنزل، بلشت اشارات الجوع انه انت لازم تاكل بالليل. فاحنا اذا كنا مقسمين الاكل طول النهار، وقت الليل مش رح نكون هالقد احساسنا بالجوع موجود. او اذا جوعانين واذا جوعنا بتكون كميه الاكل اللي بدنا ناكلها شوي صغيره. الشغله الثانيه ممكن انه في ناس شيء نفسي، يعني انه احنا بنسميه الاكل العاطفي بين قوسين، يعني مثلا بالليل كان مبسوط كتير او زعلان كتير، في ناس بيروحوا انه بس بده يتسلى بالاكل او انه تاثير الحاله النفسيه عليه كان اقوى فصار انه بده يتفشش بالاكل او يتسلى بالاكل او انه سهرانين مع بعض. احنا دائما ربطين التسلاي بالاكل. بس لو بنحكي شوي عن ايش بنضل بين الوجبات، او مثلا احنا بالشغل، احنا في البيت، احنا بنشتغل، احنا بنمشي بالشارع بنلاقينا طلنا بسكوتة، أجع بالنا كولا، نحكي شوي عنها. تمام. عن كمية السعرات الحرارية الموجودة بهاي القطعة الصغيرة اللي احنا بنشوفها انها قطعة صغيرة بس هي كتير بتخوف. هلا بتخوف لسه، يعني انا بعرف انه مثلا لو اكلت صحن رز او رغيف خبز اهون ما اكل هاي القطعه الصغيره. صحيح. هلا شوفي انه احنا جايبين هون كثير شغلات، بس بدي اوضح للناس اللي عم بتشوفنا هلا قديش احنا ممكن نرتكب شغلات احنا ممكن تكون صادمه للبعض. هلا الصبح كثير من الاشخاص بيجوا بيقولوا انا الصبح ما بفطر، بس ممكن انه اخذ انا كاسه قهوه او كاسه نسكافيه بمختلف انواعها، وبس باخذ حبه شوكولاته قطعه شوكولاته. هاي مثلا ما بفطروا هم. مثلا نحكي هاي عنا كميه، بس بدي افرجي من هون لاخر الفقره قديش بدنا نجمع احنا سكر خلال النهار واحنا موجودين بس بالمكتب. بس بالمكتب هلا كاسه النسكافيه بدي احكي بدناش نحط كثير، بس معلقتين سكر بكاسه النسكافيه، المعلقه الصغيره هاي معلقه، معلقتين اجوا بس من كاسه النسكافيه. تمام. هلا في انواع شوكولاتات كثير. هلا انا هاي الشوكولاته اللي مختاريتها شوي مع كراميل، هدول الاصبعين تقريبا فيهم من 8 ل 9 معالق سكر.
طب بس اسبوعين احنا قلنا في ناس بتفيق بتاكل اكثر، فبدنا نحكي مثلا 8 معالق 2 3 4 5 6 7 8 8 اوكي بس لحد هلا مجمعين احنا 10 من 10 معالق كله من كاس نسكافيه وتنتين شوكولاته اسبوعتين، واحنا لسه مش مفطرين لسه بدنا نصحى بالضبط. هاي الموضوع الهي قعدنا وصلنا المكتب مثلا وصينا على الفطور رح يجينا كمان شوي بس، وانا بتسلى قبل ما يبلشوا مثلا الناس يجوا باخذ بسكوت تمام، وانا اخترت هذا البسكوت، اخترت البسكوت بين قوسين الصحي يعني انه انا حاولت انه اختار مثلا الشوفان مصنوع من الشوفان فيه فواكه مجففه اذا ملاحظه كمان ومبين فيه فواكه هذا نعتبر انه شيء صحي صحي هذا وفي كميه الياف عاليه، هدول التنتين يعني انه بس اكلتهم هيك بطريقه كثير سريعه قبل وضميري مرتاح انه شيء صحي شيء صحي فيهم 6 معالق سكر تمام وهذا صحي هذا صحي هذا صحي هذا تضيف كمان 6 معالق هي 6 معالق 6 معالق لسه انا ما افطرت لسه عم بجهز بحالي. هلا ممكن كثير مرات خصوصا عند الاطفال بتكون الكانديز الصغيره يعني مثلا بحبوا مثلا مشتريهم وبكونوا موجودين بكيس كثير او الملبس الصغير على اساس انه احنا نتسلى ندوق وفيهم الوان. هلا احنا بس كان موجود عندي بس اخترت 3 حبات من الكانديز المختلفه والانواع الصغيره يعني هذا النوع تقريبا في عنا بهذه معلقه سكر هاي معلقتين سكر هاي معلقتين سكر لانه هاي بقلبها عسل. فهلا مثلا اخذنا المعجنات مثلا او اخذنا السندويشه اللي جبناها معنا او ممكن انه قعدنا مع بعض ووصينا على اكل حمص وفلافل وهاي الشغلات الاغلب بيروح باتجاه ممكن للعصائر الجاهزه الموجوده في السوبر ماركت او المشروبات الغازيه. هلا احنا بس جبنا مشروبات غازيه على اساس انه بدنا نشوف قد ايش فيها سعرات حراريه. هلا بس شرب كاسه واحده يعني في اشخاص ممكن لا ما بيشربوا في ناس بتحط قدامها العلبه اللتر وربع اللتر ونص اللترين صح بضل قدامهم ويشربوا منها بس بتحطوا النهار بتكون مقسمه تقسيم. هاي الكميه من اي مشروب غازي طبعا قد ايه قد ايه فيها هاي السعرات الحراريه طمنينا احذري قد ايه فيها تقريبا 10 معالق سكر ولا اي ما يقارب نحكي عن 150 سعر حراري بس هاي الكاسه. طب اذا شرب الانينه او شرب كاستين او شرب مثلا كاسه على الغداء وكاسه مثلا على العشاء وراح ضيافه تقدم له واخذ كاسه هي 10 معالق واحده تنتين ثلاث اربعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هلا هاد السكر الموجود سكر. بالصحن بس من هاي التسالي لازم من هاي التسالي بدون لسه وجبه الافطار بالضبط بدون يعني انه ما اكلش رز وخبز وفواكه وتسلى مثلا على خضره او ما اخذش كاسه لبن. هلا 30 معلقه سكر كم سعر حراري نضرب تقريبا المعلقه فيها 16 سعر. هلا عندنا احنا 30 معلقه ضرب 16 تقريبا اخذ 500 سعر حراري. طب 500 سعر حراري هدول فعليا احنا بنكون مقسمينهم على وجبه فطور اساسيه رئيسيه سواء فطور او ممكن تكون وجبات الغداء او حتى وجبات العشاء. هلا الكميه المسموح لنا احنا نوصلها للرجال كحد اعلى معهم 9 معالق سكر للرجال. الستة لنشاط بدني متوسط يعني احنا بنحكي عن العادي الحركه العاديه بيقوم بتحرك يعني هيك. الستات 5-6 معالق سكر. طب اخذوا 30 معلقه سكر شو بده يصير بس بالفطور وجبه 3 ساعات صباحا بس هاي النتوشات الصغيره. طب 30 معلقه سكر كفيله جدا انه باخر الاسبوع اذا انا بس بدي اكل هاي الاشياء يوميا كفيله انه تزيدني باخر الاسبوع ما يقارب الكيلو او اكثر وبالاخر بنحكي ليش زاد الوزن مع انه اكلي ما تغير. هذه هي الاجابه يعني من جوا الاكل احنا بنكون كثير اخذنا كميه سكر وكميه سعرات حراريه
برضه احنا بغينا عنها. رشا، نصيحه اخيره للمشاهدين بخصوص هاي النكرشات الصغيره اللي بناكلها بشكل يومي بالنسبه للخفف من السمنه من الدهون في جسمنا ويكون جسمنا صحي. صحيح. هلا انا ما بدي اعقدهم يعني، اكيد بعد ما شافوا هذا الموضوع يمكن انه في بعض الناس استغربت، في ناس لا كانت عارفه المعلومه واستقبلتها لانه عندها المعرفه. ما بدنا نعقد الامور وما بدنا نحرم. الفكره الاساسيه انه يكون في عندي اعتدال، يعني مثلا انا بدل ما اخذ تنتين شوكولاته بقدر مثلا اخذ واحد. يعني انا هي وفرت على حالي 4 معالق سكر. اوكي. وشغله ثانيه، ما تبلشوا نهاركم بالاشياء اللي فيها سكر بسيط، لانه السكر البسيط رح يرفع لي طاقه بشكل سريع، بعدين رح تنزل بطريقه سريعه، رح ابلش اجوع. يعني انا بعد ما باخذ مثلا 2 الشوكولاته بعد ساعه زمان رح احس حالي انه كثير جوعانه وبدي كمان. فاحنا ما بنبلش نهارنا بالشوكولاته او بالسكريات البسيطه، بنقدر نبلش حياتنا او ببلش نهارنا بوجبه متكامله، حليب وكورن فليكس، حليب وشوفان، سندويشه لبنه، سندويشه زعتر، سندويشه حمص، ما عندناش مشكلة، بالعكس بتكون فيها كمية طاقة ومغذيات أكتر. فهي النصيحة إنه إحنا ما نستهين بالأشياء الصغيرة اللي مخبية بقلب الأكل اللي إحنا عم ناكله، ونحاول إنه إذا بدنا ناكل ناكل الكمية الأصغر ونعمل شير. نشكرك رشا على هاي المعلومات الصحية والمفيدة، ويسعد صباحك. صباح الخيرات يا هلا. وهيك مشاهدينا بنكون تعرفنا احنا وياكم على الوجبات السريعة اللي بناكلها بشكل يومي وقديه فيها سعرات حرارية. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، ويسعد صباحكم. نتواصل أكيد في صباحنا هذا، وكنا عم ننقل لكم مباشرة وأداء مناسك الحج، يعني بداية أيام عيد الأضحى المبارك، وخصصنا الحديث في هالمحطة الصباحية لنتحدث عن شروط الأضحية وأحكامها. خلينا نرحب بضيفنا الشيخ محمد ربعي، إمام مسجد سردة الكبير. يسعد صباحك، كل عام وانتم بألف خير. وانتم بألف خير يا رب العالمين. الله يسلمكم. فضيلة الشيخ، لو نتحدث عن مفهوم الأضحية في البداية، وهي مشتقة في اللغة العربية من الفعل ضحى، أي تبرع وقدم، والإنسان يتقدم ويتبرع بنفسه بماله، ولكن لو نتحدث عن الشق الشرعي في الأضحية في هذا العيد، عيد الأضحى والأضحية بمفهومها. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أول ما نجيب سيرة عيد أضحى المبارك، مباشرة نتوجه في ذاكرتنا إلى الأرشيف الماضي، إلى إبراهيم عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام مع سيدنا إسماعيل. إبراهيم حرم الولد فأهداه الله سبحانه وتعالى الولد، ثم رأى في المنام أنه يضحي على هذا الولد، فأتى قادما من فلسطين إلى مكة المكرمة، إلى الأرض الجرداء القاحلة، ولبى النداء وأمر إسماعيل بأن يجهز نفسه للذبح، فسمع وطاع يا أبتاه، ثم إذعانا لله سبحانه وتعالى، كانت رؤية الأنبياء حق. ثم بعد ذلك أتى إبراهيم عليه السلام ليؤدي هذا المنسك ويذبح ابنه قربانا لله سبحانه وتعالى، فأتى إليه إبليس اللعين ليعني يحببه في ولده، فرماه في موقع سمي بجمرة العقبة الكبرى، والآن الحجيج غدا بإذن الله تعالى سوف يرجم جمرة العقبة الكبرى. ثم أتى يراود عن ابنه كمان مرة ورجمه كمان مرة، ثم في المرة الثالثة فرجمه، ثم وضعه للذبح وأجرى السكين عليه، فمالت السكين في المرة الأولى والثانية والثالثة، فصدق إبراهيم الرؤيا، فأنزل الله سبحانه وتعالى كبش عظيم من السماء
كان يربى لإسماعيل منذ 500 عام ونزل من السماء وذبح هذا إبراهيم ذبح هذا الكبش ووزع هذا اللحم قربان لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. إذن المسلم مباشرة عندما يؤدي هذا المنسك يستشعر هذه القصة ويعلمها لأطفال وأولاده. نأخذ منها فكرة طاعة الوالدين، فكرة التعبد لله سبحانه وتعالى بأن الله رحيم ومشفق على 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 عباده. نقطة التي تليها، طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل أدى هذا النسك؟ نعم أدى هذا النسك، كان في كل سنة عليه الصلاة والسلام يذبح خروفين أو كبشين أم لحين. كان يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن أمتي، كل من يعني لم يضحي فنبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الرحيم المشفق. لذلك هذه السنة المؤكدة هي سنة مؤكدة في حق كل إنسان صاحب بيت له ولأفراد أسرته عليه أن يضحي. الآن مقتدر عليه أن يضحي، حتى بعض العلماء قالوا هل يجوز الاستدانة لموضوع الأضحية؟ قالوا نعم يجوز الاستدانة لموضوع الأضحية، لأنه يعلم بأنه يستطيع أن يسد نفقات هذه الأضحية بعد فترة قليلة من الزمن. نقطة التي تليها، طب أنا بدي أضحي عن مين؟ بدك تضحي عنك، عن نفسك، عن أهل بيتك، عن ما شئت من المسلمين، عن والديك إذا أحياء أو أموات، تذكر اسمهم. احنا ناتي بالاضحيه نقول بسم الله الله والله اكبر اللهم عني وعن اهل بيتي وعن، لذلك الاضحيه الواحده تجزئ اهل البيت. طيب لو كان في عندنا احنا الرجل بس عنده اولاد، اولاده كل واحد في بيت مستقل مش في نفس حرم هذا البيت، بنحكي له لا كل واحد من اولادك بيضحي اضحيه. لو كانوا في بيت واحد بصح انه يضحي عنهم كلياتهم حتى لو كانوا متزوجين في بيت واحد. اما في بيوت مستقله فالانسان يضحي عنه عن عن بالضبط عنه، كل واحد بيضحي عن حاله. الان نيجي لشروط هذه الاضحيه. الاضحيه ابتداء هي من افضل القربات الى الله سبحانه وتعالى في يوم النحر الاعظم اللي هو في ايام التشريق، عيد الاضحى اللي هو بكره، وكل عام وانتم بخير. افضل القربات الى الله اراقه الدم، تأتي يوم القيامة بكل بقعة دم منها بشعرها بأظلافها، تكون رصيد الإنسان يوم القيامة. فنضحي ابتداء من بكرة بعد صلاة العيد إن شاء الله، معنا يوم 10 ذو الحجة الجمعة السبت الأحد الاثنين إلى مغرب يوم الاثنين، ثلاث أيام. إذن ثلاث أيام ويوم العيد يعني أربع أيام مسموح للإنسان أنه يضحي فيها. من أراد أن يضحي طبيعي أنه بده يمسك عن شعره وعن أظافره، في 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 إشارة رمزية ودلالة رمزية إلى إنه إحنا صحيح ما حجينا مع الحجاج، والحجاج ممنوع عليهم يقصوا أظافرهم، ممنوع عليهم إنهم يحلقوا، لذلك شيء رمزي بأنه إحنا معاكم أيها الحجاج ونستشعر هذه الشعيرة. الآن هذا الإنسان بده يضحي، من إيش بده يضحي؟ هل بجوز إنه يضحي على دجاجي مثلاً؟ لا يصح. محددة بأربع أصناف، من الإبل والبقر والغنم، سواء كان الماعز أو كان من الضأن. الضأن اللي عمره 6 شهور، الماعز عمره سنة، البقر عمره 2، الإبل عمره 5 سنوات. أقل من هيك لا يصح، يعتبر لحم من سوى اللحم. زي اللي بيجي بضحي مثلا بعد صلاة العيد مباشرة، بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، برضو ما بيصح، لازم تحتسب له يعني لحم، كأنه وزع لحم وانتهت القضية. نأتي الآن المسألة اللي بعدها، بنحكي بأنه طيب هذا اللحم هل يجوز بأني أعطي الجزار من أجرته شيء؟ يعني بعضهم بيجي بحكي للجزار خلاص أنت اقطع الرأس وخذ الرأس بدل الذبيحة، لا يجوز. أو بقية أو بقيتها مثلا الكرشات وهيك أنه بدي أعطيها، لأنه ذبح لي، أو الصوف مثلا، لا يجوز أن يعطي الجزار شيء من هذه الأضحية، لا يجوز. طيب نيجي للأضحية، طب هل في شروط؟ نعم في شروط، كل ما يؤثر على لحم هذه الأضحية ففيه خلل. لذلك لا يجوز بأنه إحنا نضحي بالعوراء اللي راحت عينها مثلا، ولا بالهزيلة الضعيفة، ولا بالعرجاء البين عرجها. الآن نيجي لقضايا ثانية، طب هل يجوز أني أضحي على واحدة مثلا مقطوعة الأذن؟ نعم جائز ذلك، ما فيش فيها مشكلة. والإنسان بده يستشعر الآن، بده يقدم قربان لله سبحانه وتعالى، بده يدور على أحلى ضحية، على أحلى ذبيحة عشان يذبحها لله سبحانه وتعالى. بمعنى الكلمة إحنا خلينا نعظم هذه الشعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب الآن ماشي، إحنا بلشنا ذبحنا الذبيحة، من السنة بأنه يوم الأضحى بأنه الإنسان ما يأكل شيء إلا أول شيء من لحم أضحيته
عشان هيك الإنسان بده يعجل في موضوع الذبح بعد العيد مباشرة. هذه هي السنة، ما بقدر ما بقدر خلاص يعني. طيب ذبحناها إحنا شو بدنا نعمل الآن؟ الآن السنة بأن تقسم هذه الأضحية إلى ثلاث أثلاث، ثلث يبقيه لنفسه، الثلث الآخر يوزع للفقراء والمحتاجين، الثلث الثالث يهديه، في إشارة رمزية بأنه الإنسان سبحان الله بده يتقرب إلى الفقراء والمساكين، بده يتقرب إلى أهل بيته ويدخل السرور على قلوبهم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أفضل القربات إلى الله سرور تدخله على قلب امرئ مسلم. والشيء الثالث الإنسان بده يتعود وبده يلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تهادوا تحابوا. أنا ما ضحيت على سبيل المثال، بس كثير منيح أني ألاقي شخص جاري مثلا أجا أهدى إلي أضحية. أنا إنسان موجود في مكان معين حتى لو أنا ضحيت، لما يجي جار يحسب حسابي باثنين كيلو مثلا ويجي يعطيني إياهم، أنا بشعر بأنه هو يعني قريب مني وأنه هو بحبني وبعزني، لأنه في جزء اسمه هدية، وأنا بالنهاية إذا أنا محتاج أنا بأخذ، مش محتاج أنا راح أهديه. بس نعم. الحركة هاي لحالها نعم. تشعر الناس بأنهم لحم واحدة، بأنهم إيد واحدة، بأنه في ناس تسأل عنا يوم العيد، في ناس بتحب تفرحنا يوم العيد، مش بس تحب تفرح الفقير وتحب كل إنسان. يعني في عبارة يعني هذا لمن يحب أن يفرح عائلة محتاجة أو يفرح فقير، بينما ما حكم اللي من يريد أن يضحي يعني وهو لا يمتلك ثمن هذا الأضحية؟ كمان مرة إذا كان إنسان يعني في بعض الناس تيجي التزامات مالية معينة، عبء مالي معين في شهر نعم. في شهر معين، الآن إذا أحب هذا الإنسان بأنه يستدين وهو عارف أنه قادر على السداد جائز. مثلا أنا بأخذ من صاحب الغنم بحكي له استنى علي شهرين ثلاثة ست شهور مثلا، وهو قابل هذا الشيء، وأنا عارف الشهر هذا أنا متضايق ماليا بس كمان شو رح تمشي أموري، ما في مشكلة. بس الإنسان اللي مغرق بالدين تماما هو عارف حاله مش قادر، لا أصلا هذا مش يعني مش سنة مؤكدة بحقه هذا الإنسان. وعشان هيك احنا نطلع لقضية بأنه هل الإنسان كمان مرة هذه سنة مؤكدة في حق المقتدر ماليا مش في حق الإنسان اللي ما بيستطيع. عشان هيك احنا بدناش يصل فينا زي مثلا بعض الدول انه يروح البنك عشان يستدين حق الأضحية والبنك يموله إياها وبعديها يجيبها، موجود هذا الشيء يعني، بدناش نصل إلى هاي المرحلة. طيب شو حكم مثلا احنا بنشوف حاليا ناس بتسوي بطاقات مكبونات للأضحية ب 500 شيكل او ب 1000 شيكل وبيسوي بذبحون اياها برا بعدين بيجيبون اياها ماشي. الفكره في هذا الموضوع شيء جميل انه الانسان يشارك هذه الأضحية ب 500 شيكل او ب 1000 شيكل تضحى برا بعدين تيجي لفلسطين، بس انا دائما ابدا بحب وبفضل لدعم اقتصادنا الوطني ودعم مجتمعنا المحلي ودعم الناس هاي. اذا كان بيستطيعوا ب 500 شيكل يضحوا على الاضحيه ويجيبوا لنا اياها، طب كان جيبوا لنا اياها قبل ثلاث شهور ودخلوها على البلاد عشان عن جد انه نذبحها هون يعني 500 ونشوفها قدام عينينا يعني. ما بنقلل من جهدهم، بس الفكره بانه المستطيع لا احنا بندعم مجتمعنا، بنسوي حركه ماليه داخل مجتمعنا، بنسوي حركه ماليه داخل هذا القطاع اللي عن جد هو عطشان كثير، هو بيستنى هذه الفرصه وهذا الشيء. جماعه الخير عن جد بحكي انا والله في ناس في مجتمعنا بتستنى اللحمه من العيد للعيد، بتستنى اللحمه صحيح. عشان هيك الواحد يدور عليهم الناس هاي. طيب بالحديث عن الذبح، آلية الذبح يعني حضرتك ذكرت انه اللي بده يضحي يجب ان يمسك بشعره واظافره، ولكن ايضا لما نتحدث عن الذبيحه التسميه بالله عند الذبح، هذه الاركان والشروط التي يجب اتباعها خلال الذبح. يعني السنه في ذلك الانسان يوجه اضحيته باتجاه القبله، انه يذبح بيده اليمنى ويحكي بسم الله والله اكبر، اللهم هذا عني وعن اهل بيتي، ومن اراد ان يسمي عن والدي مثلا واراد ان يسمي ذلك، يعني هذه السنة فيها. من السنة بأنه أن يحد الذبيحة يحد السكين ماشي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الإنسان بدوش يعذب هذه الروح مباشرة ممتاز. الشيء الثاني بأنه هذه حتى على مستوى مراعاة لشعور هذه الأضحية بأنه يمنع في ديننا الإسلامي بأنه خلي أنا الذبيحة موجودة وكمان أختها موجودة اللي أنا بذبحها حاليا، بدنا إحنا نخبي هاي عن أختها فنذبح واحدة واحدة بدون ما يكون المشهد جماعي يعني، فكأنها يعني ترى الموت في كل لحظة، لا الموت خليه مرة واحدة لإلها. وهذه شعيرة من الشعائر اللي إحنا ملتزمين فيها، عشان هيك أن يسن سكينه أن يريح الذبيحة على شقها الأيمن باتجاه القبلة، أن يسمي وتسمى هذه بالذكاء الشرعية بسم الله والله أكبر،
ثم يحكي لمين هذه الأضحية؟ اللهم عني وعن أهل بيتي. طيب هل يجوز الاشتراك مثلا في الأضحية؟ في الغنم طبعا الأفضل فيهم كلياتهم، إحنا حكينا فينا إبل وبقر وغنم، الأفضل هو من الغنم. نعم. ماشي، إذا كان شخص واحد. أما إذا كانوا مجموعة فالسبع أشخاص يستطيعوا أن يشتركوا جميعا في بقرة واحدة ويذبحوها، عجل واحد يذبحوه، ويستطيع سبع أشخاص أن يشتركوا في جمل واحد، إبل، ناقة، أن يذبحوه مع بعض ويقسم فيما بينهم. حتى في بعض الدول بأنه حتى على مستوى يعني اللحم الموجودة بيقسموها سبع أقسام عشان يعطي كل واحد حصة له، حتى نعم. الرأس بيقسموه سبع أقسام باللحم تبعته، حتى مستوى أدق التفاصيل بيقسموها سبع أجزاء. نعم. عشان هيك إحنا بنحكي بأنه اللي بدك واحد ضحي عن حاله، أوكي الغنم تجزئ عنك والمعز يجزئ عنك سواء كان معز ولا ضأن، سبعة بيستطيعوا أن يشتركوا في أضحية واحدة من البقر أو من الإبل. نعم، وليس من الغنم، مش من الغنم، الغنم نعم. بس عن واحد. طب واحد مثلا في بيته بيجي بيحكي أنا ساكن مثلا، أنا بعيد عن أبو أهلي مثلا، ساكن في مكان ومساكن في مكان، ونجيب واحد إلى العيلة عني وعن أبوي وعن عيلتي وعن عيلتهم إلى آخره. زي ما حكينا كل بيت له أضحية واحدة. نعم، كل بيت له أضحية نعم. واحدة. طب وبالذبح هل يجوز أنه نعطي الجزار أنه يذبح عنا، أم الشخص اللي بده يضحي هو يجب أن يذبح بيده؟ بس السنة بأن يذبح إنسان بإيده. طبعا الجزار هو أصلا بجهز السكين وبيحكي، بس احكي أنت بسم الله الله أكبر، وإنسان بيسوي بالسكين هيك نعم. يعني وما بقطع الأوداج اللي هي آخر شيء من هون، فما بقطعها. والقضية يعني بسيطة، حين إذا إنسان ما بيستطيع خلص عند الجزار وبيلقن الجزار ايش هي، يعني احكي اللهم عن محمد وكذا نعم. وكذا وكذا، بلاقي ما في مشكله في ذلك. نعم، وكل عيد، كل عيد اضحى يجب ان تقوم هناك ضحيه، او يمكن مثلا مراعاه لشروط معينه او احكام ماديه مثلا انه يكون عيد بعد عيد او لا، هي كل ما تكون متوفر مع الانسان بده يطلعها. نعم. يعني نعم. على طول النبي كان كل عيد يضحي، وهيك احنا سنه عندنا انه كل عيد انه نضحي. ونسجل بأنه كمان مرة، هذه من أفضل قربات إلى الله، إن الدم ليقع في موقع عند الله سبحانه وتعالى. وبالحديث عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الهدف من الأضحية أنك تساعد الغير وتشعر الجميع، يشعر الجميع أنهم سواسية في الأرض. فبالتالي لما بنقدم هذه الأضحية للناس، طريقة التقديم وطريقة الحديث مع اللي بدي أعطيه هذه الأضحية والمراعاة، ويعني لا أشعره بإني عم بفضل عليه، وإنما أنا موجود هون لمساندتك دعمك. أهمية هاي الجزئية بتقديم الأضحية، يعني أنا كثير بنبسط لما أشوف الناس بتوزع لحمة، بتجيب صحن فلين مثلا، بتحط 2 كيلو لحمة وبجلتنها هيك بطريقة مرتبة وحلوة، بتروح بتوزعها. لما توصلني هاي أو توصل الفقير هاي الطبق وإشي، غير ما أعطيه في كيس أسود مثلا غير صحي أصلا، وأحطه فيه ولسه بده ينظفه من الكيس والأبصر الشغلات اللي عليه، غير لما أحط أنا كيس نايل وكيس لحمة ومفرز لحمة وأجي أوزعها. هاي الشغلة، فإحنا كمان كل ما نتعب لحالنا شوية ونتعب لأضحيتنا شوية، وعن جد الله بيطلع علينا وبشوف قديش إحنا متغلف في الموضوع وقديش إن أجر عند رب العالمين. هاي أفضل شيء بدنا نقدمه إحنا، فأفضل شيء بدنا إحنا عن جد يكون تقديمها بطريقة لائقة. هذا واحد. اثنين، بالنسبة إلى قول الله سبحانه وتعالى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. مدار الحديث كلياته أن يكون في عنا تقوى، التقوى بأن نخاف من رب العالمين ونخشى الله سبحانه وتعالى، ويكون في شيء مؤثر بالقلب. إذا أنت كمان سويت أضحيتك وبدك تشوف حالك على الناس، لا فيك ولا بأضحيتك. إذا أنت بدك تحكي للناس يا ناس شوفوني وأنا ذبحت عجلين ثلاثة وزعتهم على كل أهل البلد، لا فيك ولا بأضحيتك. الفكرة مش هيك، الفكرة أن رب العالمين يرزقك التقوى في هذه الشعيرة. عشان هيك إحنا بس مندور على هذا المسكين وبنحكي بس من شان الله اتقبل منا هذه الهدية إحنا نعطيك إياها عشان الله يرضى علينا. عشان هيك حتى على مستوى أني آجي أحكي لهذا المسكين ادعي لي، هاي مش واردة، مش واردة. لا نسألكم جزاء ولا شكورا، ليش؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. حتى على مستوى ما اجي اعطي المسكين انا الصائم اقول له فلان كل عام انت بخير، ادعي لي، تحكيلوش ادعي لي، الله اللي يلهمه الدعاء مش انت. حتى مستوى تطلب منه شيء، تطلبش منه شيء، انت قدم له الهديه هاي واسحب حالك واطلع، او شارك الناس. طب هل انه بزبط اني اطبخ انا اللحمه هاي واشارك الناس؟ الا طبعا، يعني مش شرط اني بس اودي له اياها لحمه ني غير مطبوخه مثلا وخلص هذه الصوره، لا،
انا بقدر اطبخ الذبيحه كامله وادي للناس اكل زاكي، اكل مرتب، اكل مطبوخ وجاهز، اغديهم في يوم العيد، احكي لكم فقير انا بعرفه وكم مسكين غداك عندنا اليوم، اجيبه عندي او اودي الاكل عنده، ما في مشكله في ذلك. مش شرط احنا الصوره يعني خلص لازم اوزع اللحمه واقطعها واوديها. اي صوره من صور ايصال اللحم الى هذا فقير محتاج هي صوره راقيه وصوره رائعه، والانسان يستطيع ان يحصل على الاجر. عل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى في هذه الأيام المباركة يا رب العالمين. آمين. فضيلة الشيخ محمد ربعي إمام مسجد سردة الكبير، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. كل عام وأنت بخير. وإحنا خلنا نتواصل ببرنامجنا وصباحنا هذا من بعد الفاصل، ابقوا معنا. صباح الخير من جديد لمتابعينا في فلسطين هذا الصباح، ومتابعين معكم بيوم عرفة بالتحضير لعيد الأضحى. وفي هذه الفقرة نتابع أجواء مدينة رام الله مع مدير عام البلدية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك سيد أحمد أبو لبن. صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير. وأنت بألف خير. تحكي لنا عن استعدادات بلدية رام الله لتجهيز رام الله بشكل عام، تجهيز أسواقها لعيد الأضحى المبارك. يعني أنا بداية بحب مرة تانية أهني كل شعبنا الفلسطيني وسكان ومواطني ومحبي وزائري مدينة رام الله بالعيد السعيد، وإن شاء الله يعود علينا في أيام أجمل وأفضل في المستقبل، وإحنا دائما متفائلين بالموضوع. الجانب الآخر إن أنا بشعر دائما باعتزاز إنه يعني بالضبط، وكأن نحن هي شعار وكأن زي سلوغان، هذه هي رام الله بالضبط. هي المدينة اللي هي قد تكون الوحيدة اللي تحتفل بكل الأعياد، الأعياد المسيحية والأعياد الإسلامية، وهذا ما يميزها وهذا ما يعملها عامل جذب في الموضوع. نعم. بنفس الوقت هذا العيد له خصوصية، احنا في شراكة مع توأمنا بلدية البيرة بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة المتعددة، سواء أجهزة شرطة مركز مدينة ولا المرور، وبالتنسيق مع المحافظة، وهذا كان في اجتماعات وعليها ترتب الترتيبات التالية. الأولى تم الاتفاق أنه فكرة ظاهرة البسطات المنتشرة في الشوارع والأرصفة هي ممنوعة كلياً. يمكن شكلكم يعني تعتبر تقاليد، شكلكم متعاطفين على الموضوع. صحيح. طيب. مبارح استفدناهم بصراحة. لا مباشر، بس هو خصص لهم ساحة اللي هي ساحة مركز الشرطة القديم. فبالتالي خصصت لهم ساحة يعني. في ساحة في أسوار وكل هالشلات هاي، بالتالي المواطن بقدر يوصل لهم هناك، بس مش أنه يتعدوا على الأرصفة. الجانب الآخر اتفق أنه
يعني على الاقل من امبارح واليوم يصير اغلاقات جزئيه لمركز المدينه وتحول المشاه، وهذه متروكه للشرطه، جهاز الشرطه يقرر اي ساعات، لانه هلا مثلا فيش ازمه. اذا شايفين نعم ننقل الصوره مباشره هلا من مدينه رام الله. اوكي يعني فيش ازمه، اذا ملاحظين فيش ازمه هلا، فبالتالي جهاز الشرطه او شرطه المرور هم بقرروا امتى الموضوع. الشيء الثالث اليوم في استعراض الكشفي التقليدي السنوي، بيطلع من مركز شباب الامعري من الساعه 3 للظهر، وبلف مركز المدينه كلياتها احتفالا بالعيد بمشاركه كل المجموعات الكشفيه، وهذا ما يميزها برضه مجموعات كشفيه اسلاميه ومسيحيه، وهذا التقليد الموجود. في تحذير يعني معين ايضا لمسيرتهم، هل اغلاق شوارع معينه في ساعات معينه ايضا؟ اعطينا معلومات. طب هذه يعني بفضل ذوي اختصاص، شرطه المرور هي الادرى، لان انا بنحب احنا ناكد على اختصاص كل مؤسسه، احنا بنشغل بتكامليه، فشرطه المرور هي جهه مخول تحدد وين الاغلاقات راح تتم، هي بالتاكيد الاغلاقات راح تكون ضمن مسار وين مسار الاستعراض الكشفي. وبالتالي بيكون الاغلاق بالتنسيق معكم مع البلدية، وبالتالي يتم إعلام المواطنين بهذه الإغلاقات. يعني ننتظر في ساعات هذا اليوم إنه الشرطة ما ستعلن، لأن عمليا المجموعات الكشفية أو المؤسسة الكشفية المنظمة لهذا الحدث اللي هي مركز شباب الأمعري بتكون بالتنسيق مع شرطة المرور. شرطة المرور هي بتحدد المسارات وين الإغلاقات، بتعمل إغلاقات جزئية أو إغلاقات كاملة حسب كيف هي بتشوف مسار الاستعراض. طيب لما نتحدث عن أجواء المدينة بشكل عام في الأعياد، ومدينة رام الله والمحافظة بشكل عام، رام الله والبيرة في كل عيد لها خصوصية، وأنا صحيح. بتحدث عن هاي المدينة بالذات لأنه كمان أنا بساكنة فيها، فبالتالي إحنا مطلعين على أجواء. خدمات منيحة. يعطيكم العافية، جهودكم دائما مقدرة ومباركة. ولكن نتحدث عن أجواء هذه المدينة في عيد الأضحى بالذات، ما يميز مدينة رام الله؟ يعني أنا أحكي تميز مدينة رام الله في الأعياد، في موسم الأعياد، يعني معنى إنه هي بتصبح المدينة التي لا تنام. يعني بالتالي امبارح بالليل لحد الأربعة الصبح، والصبح الناس موجودين في الشوارع صحيح. بكم هائل. ما يميزها انه حتى ما بعد منتصف الليل، مش انه يعني اسف للتعبير، مش الشباب المتسكعين في الشوارع، لا هي في عائلات في عائلات كلياتها. فميزتها ونتمنى ان نقدر نستطيع ان نحافظ على هذا التميز الموجود فيها، انه العائلات والصبايا بيمشوا في شوارعها بكل اريحيه. نعم. العائلات والصبايا بلباسهم المتنوع، الحجاب والعير حجاب وكلياته كله بيمشي مع بعض، ما حدش بتدخل بمنطقه الحريات الشخصيه. ورام الله يا جاد ايضا للمدن الاخرى، ما بنتحدث فقط عن السياح الاجانب، احنا بنتحدث عن السياحه الداخليه، يعني تعتبر المدينه جاذبه للقرى اللي حواليها. يعني احنا عمليا في موسم الاعياد في كثير من اهلنا بالداخل 48 بكل موجودين في رام الله كثير، وهذا يعني بتعرف نحكي لما نحكي اهلنا بالداخل بنعتبرهم مش زوار، هم ابناء صحيح. الوطن وابناء المدينة، بس هم سياحة داخلية بالتأكيد. ولما أجي أحكي حدا من نابلس جاي على موسم عيد، هو سياحة داخلية بتعريف السياحة يعني. نعم. بالتأكيد. فهي يعني هي يعني في يعني هي فيها عامل جذب متنوع، والموضوع مش تسوق، قد تكون احيانا بعض المواد في رام الله غاليه اغلب المدن الاخرى، هذا ارتباطا في مستوى المعيشه وغلاء المعيشه موجود في رام الله، بس في جانب اخر التنوع او الصناعه السياحيه، موضوع الجانب الفنادق والمطاعم في رام الله، وهذا ما يميزها، تنوع عالي جدا في المطاعم والكافيهات، وبالتالي هاي السياحة احنا بنحكيها دائما. والحدائق العامة لما نتحدث عنها صح. وجهوزيتها لاستقبال الناس في خلال عيد الأضحى وتنسيقهم مع القائمين عليها. يعني هذا شكرا للسؤال، احنا الحدائق لا تغلق ولا يوم، يعني عمليا حتى ايام العيد كلياتها تفتح ابوابها كافه حدائقنا، حدائق العامه اللي هي بحكي عن حرش ردان اللي هو الناس بتروح تنش فيه، او حديقه يوسف قدوره للالعاب الاطفال اللي في مركز المدينه، او حديقه الامم اللي هي اصبحت مزار سياحي على مستوى الجانب العالمي، هذول الحدائق كلياتها تبقى مفتوحه وطبعا بالتاكيد وامنه وسليمه للاطفال وجميع يعني احنا عندنا صيانه دوريه. وانا يعني بالعكس احنا نشكركم اذا رصدتوا اي شيء واي خلل، لانه قد يكون هناك خلل توجيه النظر يعني بنصوبه يعني بالتاكيد. اكيد تحدثنا عن الحركه في اسواق وشوارع مدينه رام الله قبل ايام عيد الاضحى المبارك، بنعرف ايضا خلال ايام عيد الاضحى المبارك تنشط الحركه، ربما الرحلات العائليه التي قد تكون بسيطه، توجه لمدن الملاهي، الزيارات العائليه، حتى ايضا السياحه الداخليه مثل ما تفضلنا حكينا قبل، يعني المعايدات بين العائلات، هل في فعاليات معينه، تحضيرات معينه، استعدادات لايام عيد الاضحى؟ لكن في أيام العيد عمليا إحنا ما يهمنا، وأنا بحب هون نأكد على شكر الطواقم اللي يمكن شايفين بعضهم على الشارع اللي هي طواقم فرق وطواقم النظافة الموجودة،
سواء بلدية رام الله أو بلدية البيرة. اللي إحنا عملياً وطبعاً بحكي هون بجانب آخر قديش في تقدير عالي جداً لجهودهم قديش أنا بدي أنتقد أنتقد حالنا لسه وأنا بعتبر بدل بسلطية المواطن كمواطنين بمسديش مستوى حفاظنا على موضوع النظافة. وبالتالي لو تشوفوا المدينة الساعة 3 و 4 الصبح الليلة صحيح بتكون بين قوسين شبه مزبلة، بس بنطلع الساعة 7 الصبح عملياً بتكون طواقمنا ما بتروح بيوتها على العيد. فأنا بحب أن نوجه من خلالكم شكر على الستة شكر خاص نشوفهم كمان الصباح الباكر. لا لا هم عليا بروحوش إلا هم بعد متواجدين يعني دائما عمليا هم بروحوش إلا المترك المدينة نظيفة نظيفة. فأنا بحب أوجه من خلالكم شكر خاص وتقدير خاص لهذه الطواقم اللي تحيات خاصة اللي تارك عائلاتها كلياتنا كمواطنين بنكون جهز حالنا ولبسين بدلاتنا وعين على عياد، وهم في النهاية بكونوا بروحوا على الساعة 8 الصبح على بيوتهم. التحيات خاصة لهم هدول جنود مجهولين بألف خير بالطبع أكيد. وشكرا لكم كبلدية يعني على كل هاي الأعمال والفعاليات اللي بنظموها لرام الله، ولا حتى نشوف أكيد رام الله جميلة. كل عام وانت بألف خير مدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن. شكرا كثير وكل عام بخير. شكرا شكرا جزيلا لك. وإحنا مستمرين بجولتنا الصباحية بعد فاصل قصير سنكون مع آخر محطاتنا لهذا اليوم. نعم رح نضلنا في الأسواق أكيد رح نحكي عن آليات تنظيم أيضا الأسواق ولسه حركة تجارية هي نشطة تحضيرا لعيد الأضحى المبارك. خليكم معنا. نجدد الصباح لمتابعينا في جولتنا الصباحية في هذا اليوم، ومع اقتراب عيد الأضحى يوم غد نورا نتحدث عن الأسواق طبعا وعن الرقابة على هذه الأسواق. نعم. بأسعارها وبمحتوياتها بالمضمون كمان الموجود فيها. نتحدث أكثر في هذا الموضوع مع السيدة رانيا الخيري أمين سر جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة. يسعد صباحك. كل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بألف خير. وانتي بألف خير. أهلا وسهلا فيك في صباحنا. يعني تشهد أكيد هذا الأسواق حركة تجارية نشطة، خلينا نقول من منتصف الشهر الماضي والتحضير للمدارس وهلأ التحضير لأيام عيد الأضحى المبارك وهذا اليوم أيضا المميز. خلينا نتحدث عن حملاتكم رقابتكم تجهيز الأسواق حاليا في هالوقت. يعني إحنا دورنا دائما هو الدور التوعوي، هو الدور اللي عملنا بنتوجه للناس إنهم قبل ما يشتروا دائما ما ينخدعوا بالسعر المنخفض، ما ينخدعوا بالحملات اللي موجودة بالعروض الخاصة اللي موجودة، دائما يتأكدوا من تاريخ الصلاحية، دائما يتأكدوا من جودة المنتج حتى لو من الخارج، ما يشتروا الأشياء اللي عمالها بتنباع كمان
زي الشوكولاتة الفرات اللي على العربيات دائما احنا بنحكيها هاي، لانه هلا منتشره جدا خاصه عشان العيد، وبتنباع بسعر رخيص جدا. بس هي تحت اشعه الشمس وكمان بدون علب، بدون تحديد لتاريخ الصلاحيه موجود عليها، هاي كلياتها خطره انه الواحد يشتريها. فدائما احنا دائما بنقول للناس انهم كونوا واعي، كون مستهلك واعي قبل ما تشتري اي شيء، كمان لف وشوف قديش الايش اللي موجود في الاسواق، وتاخذ الاسعار المعتدله الطبيعيه اللي بتكون للبضائع المعروضه. ست رانيا، انا بتذكر في وقت عيد الفطر والتحديد للتحضير لعيد الفطر استضفناك وذكرتي لنا انه الاسعار في وقتها كانت مقبوله نوعا ما، منخفضه عن السنوات الماضيه. لما نتحدث عن عيد الاضحى حاليا والاسعار الموجوده في السوق، هل لازلنا نتحدث عن اسعار مقبوله ام ارتفعت الاسعار؟ لا الحمد لله، نعم يعني الاسعار مقبوله جدا، ما فيش ارتفاع للاسعار لأسباب عدة. يعني واحد من الأسباب أنه تزامن عيد الأضحى المبارك مع فتوح المدارس، فهذه كلياتها مصاريف زيادة على الأسرة الفلسطينية. فيعني كمان الطلب على كثير شغلات وعلى كثير من البضائع اللي موجودة في الأسواق قليل، فلأنه هذا الطلب قليل ما في ارتفاع كبير بالأسعار. في العرض موجود الحمد لله، يعني كل المنتجات موجودة، لحوم موجودة، خضروات موجودة، كل المنتجات اللي الأسرة الفلسطينية بتستهلكها كلها موجودة في الأسواق بوفرة. ما في استغلال، لأنه زي ما قلنا ما فيها الطلب الكتير، فما في استغلال من قبل التجار، فالأسعار نوعا ما يعني على قد الإيد زي ما بقولوا، يعني مناسبة للأسرة الفلسطينية. ما كان في شكاوى بهذه الفترة بالأخص خلال التحضير لأيام عيد الأضحى؟ شوف، الشكاوي هي نابعة مش من أسعار قد ما هي من جودة منتجات. عندنا الأسعار، عندنا الشكاوي اللي إلها فترة، إلها خلال هاليومين هدول عمالها بتتركز أكثر في تبديل استوانات الغاز اللي هي ما إلها خاص بكتير بعيد الأضحى، بس إلها خاص برضو بتبديل استوانات الغاز القديمة. اللي هي عمال يكون في استغلال من قبل موزعين الغاز للمواطنين، عمالهم بدفعوهم حقها مصاري على أساس يستبدلوها، مع إنها هي هاي ملكهم، بيكونوا مبدلينهم إياها بأسعار، يعني إنه هم بيكونوا شارينها وهم مبدلينهم إياها، بس عمالهم بصير عندنا هاي المشكلة. فعنا يعني خلال هاليومين هدول أجتنا شكاوي كثيرة من هذا الموضوع. طيب، ولا التواصل معكم من قبل المواطنين اللي بلاحظ، يعني اللي عنده ملاحظات معينة على سعر أو جودة منتج يتوجه لإلكم؟ طبعا يتوجه لإلنا على 1700 126 127، وإحنا كمان يعني أي شكوى بتوصلنا عملنا بنتوجه فيها للجهات المعنية حتى نقدر نحلها. يعني ما بنقدر نحكي عن الرقابة على الأسواق في هذا في هالفترة، في هالأسبوع بالذات، بدون ما نذكر للأسف يلي عم بيصير واللي عم نسمع عنه أكيد في المطاعم والمحلات. صحيح. الحملات يلي عم تجدوها حتى بالفترة الأخيرة، الناس عم تتحدث عن فئران صراصير، للأسف كل هالصور يلي عم نشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي، ليش كل هذا لهلا؟ يعني للأسف إنه في عنا هاي الظاهرة اللي هلا إحنا شايفينها. يعني احنا ما منشكك انه في بعض التجار ضعيفين النفوس اللي عمالهم بيقدموا أطعمة فاسدة، بيقدموا أطعمة غير صالحة للاستخدام الآدمي. للأسف كمان منقول لو انه كانت الرقابة موجودة دائما من قبل وزارة الصحة والضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد، وخاصة وزارة الصحة، احنا منأكد انه في هالقد رقابة دائمة ودورية على المطاعم اللي موجودة في الأسواق في المدينة، ما كان في بيكون هالقد في تسيب. بس كمان بنفس الوقت احنا ما بدنا نقول انها ظاهرة، يعني لما يكون محلين او ثلاثة بمدينة كاملة هي مش ظاهرة، هي مش إشي إنه نعمم والناس نقول ونخوف الناس. صح. في عنا مطاعم كتير إحنا بنفتخر فيها، مطاعم يعني بتقدم للناس أطعمة ممتازة. يعني فما بدنا نعمم، وبنفس الوقت إحنا إلى جانب هيك دائما بنشجع الأسرة الفلسطينية إنها تطبخ في البيت، إنها تحضر أطعمتها في البيت. يعني أول إشي أرخص لها، صحيح هيك رح أصحاب المطاعم. إحنا بالآخر إحنا يعني ما منحب نزعل حدا، بس بنفس الوقت كمان أنا للترشيد الاستهلاك في بالنسبة للمواطن، برضه كمان نرجع للبيت. لما نرجع للبيت نرجع للإشياء اللي بنعملها إحنا في البيت، بنعملها كمان بطريقة بتكون أرخص لإلنا.
يعني هذه ممكن طريقه صحيه ايضا ومراعيه لجميع الظروف. ذكرتي طبعاً الجهات ذات الاختصاص، وزاره الصحه، وزاره الاقتصاد وغيرها من جهات مختصه. لما نتحدث عن اليه التنسيق ما بينكم وبين هاي الجهات المختصه بعد تقديم المواطنين لملاحظاتكم، اليه التنسيق طمنينا عليها يعني بصراحه. لا احنا على طول بنتابع مباشره، يعني احنا مع وزاره الصحه نتواصل مباشره، مع وزاره الاقتصاد نتواصل مباشره لحل اي قضيه موجوده، ما في عندنا اي حواجز بينهم. بس يا ريت احنا يعني بصراحه احنا خلال الفتره 6 أشهر عملنا زي ائتلاف لكل جمعيات حمايه المستهلك حتى نتعامل مع بعض ونشتغل مع بعض حتى يكون في عندنا قوه اكبر للرقابه على الاسواق. فيا ريت كمان كل هاي الجهات الرقابيه تكون كمان تتالف مع بعضها ويكون في جهود مشتركه اللي نقدر كمان يكون في لها اثر كبير. يعني خلال هاي الفتره كانت وزاره الصحه مع الضابطه الجمركيه اشتركوا مع بعض، كان في لها اثر في الاسواق. نرجع نقول كمان ما نعمم نقول انه اسواقنا ومطاعمنا، لا مطاعمنا عندنا كثير اشياء نفتخر فيها. ما نقول انه هاي ظاهره ما نخوف الناس، يعني الناس صارت تشك بكل اي مطعم بتشوفه وكل اي مطعم مش بس اي مطعم حتى اي وجبه اي محل يعني بالزبط صحيح بالزبط. يعني نناشد كمان المطاعم انها كمان تعتمد معايير الجوده، معايير السلامه العامه، معايير النظافه، يكون في كمان هي متابعه، تكون هي رقيب نفسها، ويكون في كمان هالرقابة الدورية على الأسواق اللي يعني إحنا بخلال فترة هلأ كم من يوم صرنا نشوف كل المطاعم قلبت وصارت يعني حملة تنظيفات كاملة. فيعني صحيح إن شاء الله تكون هيك مستمرة ودائمة أكيد بالطبع. السيدة رانيا الخيري أمين سر جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، شكرا جزيلا على وجودك معنا، كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير، شكرا لك. هيك بنكون مشوارنا الصباحي من فلسطين هالصباح انتهى. احنا نلتقي بكم في صباح ايام عيد الاضحى المبارك، بنطل عليكم انا وزميلاتي، مشوار العيد اكيد بتمدد وبتواصل معاكم. كل عام وانتم بالف خير مشاهدينا، كل عام وانتم بالف خير فرح. وانت بالف خير نوره، كل عام وانتم بالف خير جميعا. نتمنى انه العيد يكون عيد فعلا يمر علينا بسلام وبامان. تعيداتنا طبعا موصوله لاهالينا في الشتات، لاسرانا البواسل في سجون الاحتلال، لجميع الشعب الفلسطيني والشعب العربي، لحجاج بيت الله الحرام حج مبرور وسعي مشكور. انتظرونا في أيام العيد، كل عام وأنتم بألف خير.